بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا نشكرك على أن جعلتنا مسلمين مؤمنين محسنين، حمدا لك يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على الأبشلئة. الآن إن شاء الله تعالى وبإذنه وببركاته نزور بعض آيات من أول سورة الحجر وبعض آيات من سورة الذاريات لرفع. أما الآيات التي وردت في أول سورة الحجر، فنبدأ بآية وقالوا يا أيها الذي، آية 6، وقالوا أي الكفار وعصبة الكفر والعدوان. هذه هي الخصائص أهل الباطل عبر التاريخ، في لب السياسة إلا من رحم ربنا، هم قادة هذه الزمر الفاسدة اللي فسدت على روحها في الدنيا والآخرة. تجد روحك أصحاب ذروة وضرب سلطان ولا تسلط بالبهتان، وتجمع الباقي اللي يحيى الملك، الملك مات يحيى الملك، يعني عنده هما مات وما ماتش يحيى الملك، عنده هما اما الا حقيقه بلاش ملك، ماذا مش عندهم حقيقه. اذا كلاب انجلترا، كلاب الماء في كل مكان، عندهم ما ثماش واقع ما يكونش فيه ملك او ملكه، ما يمنوش بالانسان الحر ولو الحريه في ان يرتقي وأن يكون عنده ملكات وأن يكون عنده فلسفة صحيحة ويبعد على الأيديولوجيات. لا، عندهم عادات وتقاليد بالية يجب أن تبقى باش أهل اللي يدعو ليها هم الفاسقون يبقوا دائما هم المحترمين وهم المسموع لهم وهم المهيمنين وهم المجر. وهذا عبر التاريخ كله، علاش يحاربوا الأنبياء عليهم السلام؟ لأنه هم في الطريعة يعرفوا بتصديق الأنبياء عليهم السلام سيؤول ملكهم إلى اختفاء. هذا علاش الدين صحيح، وكشفنا القرشيين في وقت البعثة النبوية الشريفة، وقلنا لكم أراه الكفر ليس جهل فقط بل هو متعمد حتى لا تفقد قريش لعن الله الفساد فيها، لتفقد هيمنتها الروحية الإلهية. الحج قالوا السقاية والرفادة والريق البيت، كما تو عنا في السعودية قالك الحرمين، هو الكستديم تاعو، يعني هو يحفظ الحرمين ولا هو يخون الحرمين حتى اللي يمشي لغاديك يحس روحه كأنه باع الحرمين بجاء باش يزيد يتقوى الكلب اللي هو ما لا يقول على نفسه ولا الحاشيه بتاع الفاسقه هل هو يحفظ الحرمين الشريفين. يعني المساله باطل 100%، تدفع فلوسك تحس بالاسم بالاثم اللي قويت انسان او جماعه كامله قويتها باش يتمدد اهانه الحرمين الشريفين. الاهانه كيفاش تتمثل اللي حفظوهما ليس بيد مؤمنين صادقين بل في يد صهاينة الملعونين، وتحبوا لا تكروا اللي دفعتوا فلوس ربما جبتوهم من الحرام، وإذا كانت من الحلال دفع الله مكان أعظم، لكن خطأكم الكبير هو أن تغذيوا جبناء بنيان لا بركة فيه باش يزيد يواصل إذا الإسلام في عقر ديار الإسلام وخاصة المهبط الواحد. نسأل الله السلامة، والله لا يجعلنا من الذين صدقوا أعداء الله أبدا أبدا، نحن في تكذيب لهم مطلق وأبدي ونغيظهم بذلك، والحمد لله تعالى.